أهلا بكم في جولة عبر أبرز ما تناولته الصحف الوطنية صدر لهذا اليوم. والبداية من يومية أخبار اليوم التي كتبت في مقال تحت عنوان استئناف العمل بمصانع رونو تدريجيا بالمغرب، حيث أعلنت مجموعة رونو المغرب أنها بصدد الإعداد لاستئناف الإنتاج بمصنعيها المتواجدين بكل من طنجة والدار البيضاء، وذلك بشكل جزئي وتدريجي. أما يومية المساء فكتبت وصل المغرب رسميا بالقرض الممنوح له من طرف صندوق النقد الدولي في إطار خط السيولة التي قام بتفعيله لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتداعياته على الاقتصاد الوطني ومالية الدولة. ودائما في المواضيع المتعلقة بالجائحة كتبت يومية الأحداث المغربية، أكد خالد أيت طالب وزير الصحة أن الحكومة تشتغل على استراتيجية لرفع الحجر الصحي، وجاء كلام وزير الصحة مباشرة بعد دخول المغرب في المرحلة الثانية من حالة الطوارئ الصحية التي تفرض حجرا صحيا على المواطنين. واعتبر أيت طالب أنه يتم الاشتغال حاليا على إعداد استراتيجية لرفع الحجر الذي يتطلب توسيع دائرة التحاليل المخبرية. ومن جهتها ذكرت يومية اليوم المغربي، أعلنت وزارة الشغل والإدماج المهني أن مصالحها المختصة في مجال الهجرة والاستمرار في العمل ستشرع ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية رفع حالة الطوارئ الصحية في استقبال الملفات المتعلقة بطلبات تجديد رخص التشغيل الأجراء الأجانب وكذا طلبات الاستمرار في العمل بعد بلوغ سن التقاعد. أما يومية ماروك لوجور فكتبت أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية التي عقدت اجتماعها الخامس عبر تقنية الفيديو عن بعد أن 200,000 أسرة مسجلة في نظام الراميد تستفيد من المساعدات المالية كمعدل يومي. أما يومية بيان اليوم فكتبت أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني مؤخراً تطبيقاً محمولاً يمكن رجال الأمن في مختلف نقاط المراقبة من ضبط وتتبع حركة تنقلات المواطنين، وذلك في إطار جهودها الدؤوبة وحرصها الدائم على ضمان احترام مقتضيات حالة الطوارئ الصحية المعمول بها بالمملكة. تتساءل يومية الإيكونوميست أين اختفت الأقنعة الواقية؟ يكاد يكون من المستحيل العثور على أقنعة واقية بمختلف قنوات البيع المرخصة، فوفقاً لوزارة الصناعة فقد تم توزيع حوالي 11 مليون قناع من بينها 6 ملايين وحدة كانت موجهة للصيدليات في الوقت الذي لم يتلقى فيها الصيادلة فعلياً سوى 1.2 مليون كمامة. وفي هذا الصدد اعتبر رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بالمغرب حمزة قديرة أن عملية بيع الكمامات الواقية ملف يصعب تدبيره نتيجة لبعض الصعوبات اللوجستية، مشيراً إلى أنه في ظرف أقل من أسبوع سيتم تزويد السوق بكميات كافية من الكمامات.